لك شو وين صرت؟ يلا ماري تعالي بناي على ايدك اليسار. اول طابق الشقة اللي على اليسار. اوكي يلا بيبي لا تأخر، بس لح شوي شوي مشان الجيران. باي، ناطرتك. أهلين. مرحبا. هاي، تفضل. حقني. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالسيد مجد. شباك ليش متلبك؟ شو في مين هذا؟ ولو انا اختها لمايا. مايا انت ما خبرتي مجد انه عندك اخت حلوه بكربوجه مثلك؟ لكن لعمه بعيونك، لعمه بعيونك شو بدل نفسك تنيه؟ سنتين مجرجرني وراك وما كنت لقطعك، وبالاخر بنت تشحطك لعندها مثل التوت ويا كلب شحطور. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.